فير بلاي. رجعنا لكم من جديد في فير بلاي، نحكي على نجم المتلوي عفوان الغربي يغادر الفريق تقريبا ايام قليله، وخلينا نقولوا حتى سويعات بعد خلافته القيس اليعقوبي. شنو صار بالضبط؟ علاش بدل رايه عفوان الغربي بعد ما انطلق في العمل نتاعو؟ معنا في المباشر الكوتش عفوان الغربي، مزيد من التفاصيل والتوضيح. كوتش اهلا بيك. مرحبا بيك اسلام، مرحبا مستمعي اكسبريس اف ام. صافا شنو الامور؟ والله لاباس الحمد لله. الحمد لله. تفاجئنا شويه كوتش، شنو صار بعد ما في بيننا تهنينا عليك في المتلاوي لقيناك سويعات وبدلت الوجهه برامون وغادرت الفريق؟ لا ما فماش تبديل وجهه، معناتها اول حاجه هذه معناتها غادرت الفريق صحيح، اما غيرش الوجهه المكان. تبديل الوجهه معناها بدلت الوجهه من المتلاوي روحت لدارك. روحت لداري بحذا عائلتي وزوجتي وصغاري، هذا هي. اي شنو صار كوتش؟ علاش علاش؟ نرجع يمكن من الاول، معناتها تعرف انا يوم 29 30 رجعت للتراب التونسي بعد تجربه في المملكه العربيه السعوديه، دامت اكثر من موسم ونص مع النهضه السعودي. يوم ولا يومين بعد العوده معناتها اتصل بي رئيس النادي بعد مقابله الجيش وهزيمه الفريق معناتها في المقابله الاخرانيه وانسحاب المدرب قيس اليعقوبي. وبين المقابلة الجيش ومقابلة الاتحاد الرياضي المونستيري الجولة اللي من بعد يمكن فما يومين أو ثلاثة أيام معناتها اتصل بي. الحقيقة من الأول رافض التدريب في الفترة هذه، نحب نرجع نرتاح بحذا عائلتي، خاصة عندي مدة طويلة بعيدة على تونس. في الأخير استجبت للنداء الواجب، أنا نقول خاصة اللي تربطني علاقة طيبة مع رئيس النادي سي محمد ديناري وعلاقة طيبة مع جماهير نجم المتلاوي اللي نكون لها كل التقدير والاحترام واللي كان ديما مساندة لعفوان الغربي. يمكن في الفترة هذيك حتى مدرب ما يقبل يدرب الفريق قبل اليوم من مباراة الاتحاد الرياضي المونستيري، قبلنا المهمة عكس اللي ما يتداول على ما حكيناش يمكن كثير في الأمور المادية، قبلنا بالوضعيه اللي فيها الفريق، تحملنا المسؤوليه، حضرنا في مقابله المستير، للاسف انهزمنا 1-0 معناتها كانت مقابله صعيبه، ضربه جزاء وكارت احمر خلتنا نخرج بنتيجه سلبيه. فقلنا بعد المباراه هذه المباراه الترجي الرياضي التونسي حاولنا ان نحكيوا مع الملاعبين نحضرهم كيف هذه المقابله هذه. ما يعني من هنا بدات نوعا ما الاختلاف اللي تبدا انت متنقل معناتها النجم المتلاوي باش تدرب في المقابله هذه، تسمع في الطريق انت ومعايا سي عمار العكوري معناتها عضو في الفريق نجم المتلاوي في الهيئه المديره بفسخ عقد موشيلي، معناتها لاعب نعتبره انا ركيزه اساسيه، لاعب المقابلات الكل مع نجم المتلاوي ويوقع فسخ عقده. كوتش في النقطة في النقطة هذه نتاع موشيلي، اللاعب كان حتى دخل معانا لهنا واكد انه العقد نتاعه تفسخ حتى قبل ما يتم تعاقده معك انت ظهر لي. للامانه انا ما عنديش علم، معناتها يمكن عند فما رغبه معناتها من الهيئه المديره معناتها باش تفسخ له عقده، لكن انا يمكن تكلمنا باقتضاب في النقطه هذه اللي انا رافض خروج اللاعب هذا، بالنسبه لي لاعب مهم وعنده مكانه في التشكيله الاساسيه النجم المتلاوي. يمكن حتى سي عمار بجنبي عضو في الهيئه المديره معناتها استغرب من الشيء اللي صار هذا. كملنا معناتها تعرف قدامك مقابله كبيره احتراما للناس احتراما للكونسيرت، وصلنا تحضير المباراه هذه. اذا تسمع بالتفسيخ عقد صابر الخلفاوي الحارس اللي موجود في نجم المتلاوي زاد كيف توصل قبل المقابله هذه حفل توديع ولا مقابله الاخيره لمحمد علي بن سالم ركيزه اساسيه في نجم المتلاوي، عنده خبره كبيره في الدوري الممتاز التونسي ومن اللاعبين المنضبطين اللي تجب تبني عليه معناتها السيستم دو جو نتاعك والرؤيه المستقبليه للفريق. معناتها في ظرف ثلاثة ايام ثلاثة لاعبين باش يغادروا الفريق، وانت الناس الكل تعرف الفترة هذية الناس الكل تعرف في تونس اللي نجم المتلاوي يعاني من ضعف الرصيد البشري. الماتشات ضعف مش حتى كيف كم معناها الملاعبية، الماتشات الكل بزوز ثلاثة ملاعبية على البنك هكا ولا؟ هذا هو يمكن انا حد يحفظ الوجه في المباراة الاخرانية، حاولت حتى اللاعبين من الاوقات يكونوا موجودين على بنك الاحتياط. ثلاثة لاعبين فيهم لاعب يمكن عندك فيه علم ولاعبين ما عندكش فيهم علم معناتها يغادروا الفريق. وهذا ما نقبلوش، انا قبل ما نحكي في الحاجات الاخرى هذا ما نقبلوش، اي لاعب يغادر الفريق موجود على ذمه الاطار الفني لازم يكون بالتشاور مع عفوان الغربي ويعطي فيه معناتها
الأحقية باش يغادر الفريق وإلا ما يغادرش الفريق. المهمة باش تكون صعيبة، مش الأحاديث الجانب رئيس نادي أو عضو في الهيئة معناتها يسمح اللاعب باش يغادر الفريق في الفترة هذيك. واللي زاد الطين بلة نقول أنا نوعا ما، كنا في حاجة لانتداب حارس الفترة هذيك، اتصلنا بحارس حمام لنف حمزة الباهي يعطيه الصحة، تنقل المسلاوي وقع عقد، معناتها بعد توقيع العقد بساعة معناتها يقع فسخ عقده وتمزيق العقد هذا ومطالبته بمغادرة المسلاوي. ونرجع لك ديما نقول لك بدون استشارة ولا بدون علم المدرب. ألور لا أنا شنو سبب كنت حاسب رايك؟ احتراما الجماهير نجم المسلاوي كملت مقابلة الترجي التونسي واتصلت بعد بيوم رئيس النادي علمته بمغادرتي وبانسحابي من تدريب نجم المتلاوي. كوتش شنو السبب نتاع كبيرة معناتها؟ شنو السبب نتاع فسخ العقود هذا الكل معناها في ظل ضعف الأسير البشري معناها؟ شوف خويا اسلام، شوف فما تباين لو تقرا البيان اللي تبعث من فريق نجم المتلاوي الوالي قبطه، شوف تقرا اللي ضعف الرصيد البشري، في ظل ضعف الرصيد البشري انت قاعد تفرط في لاعبين فيهم لاعبين ركاز وبالمجان والفريق مطالب كان ما عنده الحق كان ينتدب كان ثلاثه لاعبين، معناتها لهنا الامور شكون باش تكون صعيبه شويه من ناحيه الرصيد البشري. واللي انا ما نقبلوش اللي تتعدى معناتها كما نقولوا الامور الفنيه هذه عاد المدرب تتشاور معاه، نجم نختلفوا في لاعب نتفقوا في لاعب بدون علم المدرب تاخذ قرارات. تنجم اليوم تاخذ قرار بفسخ عقد لاعب غدوك الحيط بمعقد لاعب بعد غدوه اللاعب هذا يشارك ولا ما يشاركش، وانا الامور هذه ما نقبلهاش. يمكن فما بعض الاطراف تقبلها ولا بعض المدربين يقبلوها. ما حاولتش تحكي مع الهيئه كوتش شنو السبب علاش تخليو على الملاعبيه نتاعهم معناها في الوقت اليوم في امس الحاجه ليهم؟ كانوا ينجموا يتشاوروا مع الاطار الفني ونتناقشوا فيها ونلقاو صيغه، لكن هذه القرارات صارت بدون مناقشه بدون اخذ راي. وانا كيف ما قلت لك معناتها نتصور ما نقبلش الامور هذه، العكس اللي بعض البعض يحكيوا على الامور الماديه معناتها قالوا عفوا الغربي خرج على الامور الماديه. صحيح امور ماديه صعيبه برشا خاصة من ناحية اللاعبين، معناتها عندهم أربع أشهر معناتها ما تحصلوش على الرواتب نتاعهم. أنا في فترة ما سابقة من تجربتي السابقة في نجم المتلاوي وصلنا خمسة أشهر ما قضيناش راتب من أوت حتى ديسمبر وما غادرتش الفريق. وحملت وتحملت مع الفريق الصعوبات هذيك الكل وما حكيناش على الأمور المادية، لكن فما أمور مبدئية أنا ما قبلتهاش مع الامور الماديه الصعيبه للنادي. اللاعبين يتصلوا بيك معناتها في فتره ما يقول لك كوتش احنا رانا حاول تلقى لي صيغه في فسخ عقدي، حاول معناتها نحب نغادر الفريق، كوتش رانا مش راجعين للتمارين بالظروف الصعيبه هذه باش نكملوا معاك مقابله اثنين وبعد باش نوقفوا على التمارين. في ظل هذا الكل انا خيرت ننسحب واعطيته الوقت الكافي قدامه ثلاثه اسابيع يختار معناتها مدرب يتحمل مسؤوليته في الفترة القادمة. ما اتصلوش بيك كوتش؟ والله اتصلوا بيا للأمانة باش نقول، وكما قلت لك علاقتي طيبة أنا بنجم التاوي ونتمنى لهم كان التوفيق والنجاح، لكن هذا قرار نهائي بالنسبة لي. إن شاء الله معناتها يلقاو البديل وإن شاء الله نجم التاوي ديما متألق في الفترة المقبلة. كوتش قيل أيضا عندك عرض من السعودية، هذا الكلام اللي تقال زاد على أسباب خروجك. لا مش صحيح مش صحيح. يعني قلت لك السبب المبدئي حكيت لك عليه، السبب الثاني الامور الصعيبه والامور الماديه خاصه للاعبين. ما فماش حتى عرض تعرف في السعوديه لما تفسخ عقدك ولا يقع الاستغناء عليك ما عندكش الحق تنتقل للفريق ثاني، ماهوش صحيح. هذا خيار يمكن الخيار الانسب ليا في الفتره هذه البقاء مع عائلتي، كنت بعيد برشا على تونس، البقاء مع العائله واستغلال الوقت. بعد المغادره ما وصلك شيء؟ لا ما وصلني حتى شيء. يعطيك الصحه، شكرا لك كوتش على كل التفاصيل اللي موديتنا بها، ان شاء الله موفق في تجربك القادمه. عفوا الغربي المدرب السابق النجم المتلوي وليد برحومه في فلاش بورس، وبعد مكملين حط